رياضي. شاب ما كان كيعاني من تحار، كان صحته مزيانة، عزيز على الرياضة وعزيز على عائلته وصحابه، محبوب في الحي ومحبوب بين الأصدقاء ديالو. دخل صحة سلام إحدى المصحات هنا في مدينة الخميسات، عنده جرحة في البواسر باش يدير عملية، عملية بسيطة جدا كلنا نعرفوها، ماشي شي حاجة عملية اللي معقدة. إلا أن هذا الشاب خرج من المصحة ميت. كيف يعقل أن واحد يدخل مصحة صحيح في صحيح، عملية بسيطة على البواسر، بحال تحية الدرسة، بحال أدير شي عملية على سنانك، دخلتي خرجتي ميت، ماشي غريبة؟ الأخت ديالو قلبها محطم، الأم ديالو لتحت، شت الوضعية ديالها للأسف. ولد ختو تا هو قلبو تيتقطع. علاش؟ علاش هاد الإهمال؟ إمتى غنبقاو نشوفو بعض المصحات اللي كياخدو الفلوس ومخلين فرملية وحدة في المداومة في البيرمانونس؟ فرملية وحدة عباد الله هي اللي كاينة تما، خاص ولد ختو اللي بات معاه تيطلع عندها تا الفوق يدق عليها ويهبطها. وفاش يتصلوا بالطبيب ما تيجاوبهمش، الطبيب اللي دار العمليه. خليكم مع هاد القصه الصادمه مشاهدينا الكرام، انا شخصيا تاثرت بزاف، فما نكونش اكثر من ختو اللي غادي تهضر وتبين لكم على الحرقه ديالها. الفرق صعيب، الله يرحمه في النار، ولكن خاص حقه يتخاد. السلام عليكم، معكم مسكاوي فاتحة، أخت المرحوم مسكاوي دريس، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، الله يجعله من المقربين، والله ياخذ الحق في الظالم. خويا دخل على واحد العملية بسيطة ديال كيما قال الطبيب ميم با 10 دقائق وغادي يخرج. كانت عنده واحد لافيسيور في المخرج ديالو، يعني ماشي حسن البواسر. دخل الجمعة مسكين في الليل، داروا العملية وخرج. كان حاضر معاه ولد الأخت ديالو اللي بحال ولده، أن خويا ما مزوج، خويا مزوج بمو بخواتاته بالحباب ديالو بالناس كاملين، ما كاينش اللي تيقولها في خويا خايبة، خويا صاحب الدراوش، ما يستاهلش خويا هاد الموتى. حنا كنآمنوا بالقضاء والقدر، وكنآمنوا باللي خويا جات ساعته، ولا راد لقضاء الله ونعم بالله، ولكن لا للظلم، لا للتعسف، لا لعدم المسؤولية. خويا دخل مشى على رجليه، ما داش طوموبيلته، مشى على رجليه من الدار حتى المصحة، دار العملية وخرج. فاق من البنج، دخل مسكين مشى للطواليط، كاينين معاه صحابه. واحد شوية بدا فيه الحريق، شافوا البناج ديك الساعة مور العملية وقال له كول حيت خاصك تشرب الدواء. هاد الشيء اللي جا على لسان ولد اختي حيت هو اللي كان حداه. من مور داك الشيء ناض خويا مشى للطواليط، رجع لبلاصتو، هضر معاهم، ضحك مع صحابو عادي. شوية بدا فيه الحريق، جات لانفيرميير دارت له واحد البرا في السيروم، ودارت له واحد البرا اخرى في الفخذ ديالو. صافي خويا ديك الساعة بدا قال لي ولد اختي حسيت به بدا كيبرد، هو بدا تيقول له واقيلا راه بطات لي لا طونسيون. عيط للطبيب، تيعيط ولد اختي للطبيب، التليفون ديالو طافي ما تيجاوبش. باقي صغير ما عرفش شنو يدير، تيطلع حتى للفوق تيقلب على شي حد، ما كاين حتى شي واحد. البناج حتى هو ما كاينش مشى، كاينه غير هاد لانفيرميير اللي كاينه تمايا، قال لي راه كاينين تخوازيطاج، تيطلع حتى للفوق ما تيلقى حتى واحد. واحد الوقيته خويا ما بقاش استجب معاه، صافي ما فهمش واش مات واش حي. كاينه تما واحد المراه شافته حتى هي ناعسه مع شي حد في حبابها، قالت ليها ولدي راه توفى. صافي غطاته بواحد الغطا هزاته غير من تمايا، واحد الغطا هزاته غير من شي بلاصه، باقي موثق داك الغطا بالدواء ماشي مشكل.
مشى ولد اختي تيقلب على هاد لانفيرميير فين كاينه. واحد الوقيته لقاها راه شاده التليفون وتتسرعد وسد عليها الباب بالساروت. هرس الجاج حيت ما بغاتش الدور اللي عنده وتسمع ليه، هرس الجاج ودخل يده وحل البواني، لقاها كترعد ومخلوعه. صافي وصافي صافي جات العائله صافي. انا كما قلت لكم سنامنوا بالقضاء والقدر. خويا الله يرحمه جات ساعته، ولكن خويا مات بالاهمال، خويا مات بالاهمال. خويا صحيح في صحيح رياضي تيتريني كل نهار، خويا ضعنا فيه كاملين، ضاعوا فيه كاع الناس اللي تيحبوه، كل شيء تيحبو خويا، كل شيء الناس يعيطوا علينا من برا ومن الداخل. خويا انسان خلوق، انسان صاحب الدراوش، انسان طموح، انسان عنده ضمير، انسان تيشوف بعيد وتيبغي الخير للناس ولبلادو. وضيعونا فيه، وضيعوا فيه كاع الناس، كاع الدراوش اللي كانوا صحابه. وهذا الشيء اللي كاين، انا بغيت صوتي يتسمح، وكنتمنى وزاره الصحه دير مجهودها وتحبس هاد التعسفات. هاد الطبيب تواصلتوا معاه؟ لا انا ما حنا ما هضرناش معاه. جات الشرطه العلميه دخلت عنده، وكاين شي تفاصيل ما يمكنش ندخل فيها لان هذا الشيء من اختصاص الشرطه ومن اختصاص الناس الاختصاصيين. انا كنهضر على الاهمال اللي لقاه خويا. الحاجه الوحيده اللي غنقولوا متاكده منها ان الطبيب قال لهم ما عيطوش عليا، ولكن الشرطه عندهم لي بروف بان عيطوا عليه ولقاو المكالمات وما تيجاوبش. هذا الشيء اللي يمكن نقول. انا الطبيب ما شفتوش حيت ما قدرتش نمشي، وما قدرتش نمشي حيت ما بغيتش ندير شي صافي. وبقينا مع راكم عارفين الموت والحرقة الموت والناس، وبنادم تيتلف ما تيعرفش شنو غادي يدير. وما حيلتك لهادي، ما حيلتك لهادي. ما توقعناش، ما توقعناش خويا. صحيح في صحيح خويا هضر معايا انايا غير داك النهار اللي قبل اللي غيدير العمليه. داك النهار ما هضرتش معاه حيت قلت انا كون راه خويا داخل ما غاديش نبرزطو وما غاديش خويا مشى على رجيلاتو. انا جات عندي الوالده نهار الجمعه لحقات عندي النهار اللي غيدير فيه خويا العمليه في الليل، سلم مع الوالده ورضات عليه وهضر معاها. ما فيه شويه الحريق وصافي ديال الجرحه، ما كاين حتى شي حاجه اللي واقف على رجليه. تيضحك وتيهضر وتيوصي وسلم على مهمته. وجات عندي الايطالي ولحقات الجمعه في الليل، والسبت في الصباح عيطوا لي قالوا لي اخوك مات. عيط عليا ولد اختو تيبكي من لاكلينيك تيقول لي ادريس مات الله يرحمه. ما صدقناش، صافي خدينا اقرب فول لقيناه ورجعنا. كيف كان دريس؟ دريس كان انسان. اول حاجه غنهضر لك على الاخلاق ديالو. دريس ما كاينش بحالو حاشا سيدي ربي، ولكن انا كنقول خونا ما كانش بحالو. كلشي تيشكرو، وخويا انسان طيب، خويا ما تتهموش الدنيا، خويا تيبغي الدراوش وتيعاون الدراوش وما تيقولش. وسولو عليه ظروف الخميسه تسولو، وعندو المعارف ديالو في كازا، خدام خويا في كازا، تيمشي لمكناس تيمشي لفاس تيمشي، ما عندوش خويا. انسان طيب ما تحمل كلمه من معنى. وتصدمنا، تصدمنا بهذا الشيء اللي باقي تيطرا في بلادنا. تصدمنا، تصدمنا بزاف، تصدمنا بخويا، وتصدمنا في هذا الشيء اللي باقي تيطرا. الفرمليه، يعني اللغز ديال هذا الشيء هو الفرمليه. كنتمنى يكون اللغز هو الفرمليه، وتنتمنى هذا الانسان يكون عندها ضمير، وتنتمنى تبان الحقيقه. خويا مشى عند الله، ولكن ما بغيناش ناس اخرين يمشيوا ضحيه. الرسالة ديالي هي بغيت الناس يتعاونوا معنا، وأي واحد عنده غير على هاد البلاد وبغى يغير المنكر يتعاون معنا ويتضامن معنا. احنا ما بغينا نظلموا حتى شي واحد، بغينا الحقيقة تبان، بغينا تكون المصداقية، وبغينا الحقيقة تبان باش ما يكونوش ضحايا اخرين. صافي هذا ما كان أولي. مسألة أخرى،
الاخ ديالك ما كانش كيعاني بشي حاجه؟ ما كان تيعاني حتى من شي حاجه، ما كان تيعاني حتى من شي حاجه اخويا. خويا سبورتيف، ما يكون مريض بشي حاجه وما كانش قايلها لكم؟ نو 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 نو، ما كان عنده حتى شي حاجه. ما كانش كيخبي عليكم؟ ما الا كان شي مرض مخبي باقي ما باينش، وما عنده حتى شي، ما عنده حتى شي، ما باين حتى شي حاجه على خويا، ما باين عليه حتى شي حاجه. اه دار خويا التشريح الطبي. اه مازال ما عرفنا حتى شي حاجه. سريه البحث مازال ما عرفناش. ايه طبيعه الحال، طبيعه الحال كاينه سريات البحث، ما يمكنش هاد التفاصيل ندخل فيهم، لان اولا باقي ما عرفت حتى شي حاجه، ثانيا ما يمكنش ندخل في هاد التفاصيل. هنا في خميسات كثر شحال من حاجه سمعت اولدي، بلي ان كاينه حالات اخرين، بان كاينه شكوك اخرى، بان كاين بزاف الحوايج ما مفهوماش، بان ناس ماتوا في ظروف غامضه. كنقول لك اللي سمعت بودنيه، سمعت بان يعني الصفحه ديال هذا الانسان ماشي بيضاء. انا سنحكم على داك الشيء اللي طرا لخويا، الشيء الاخر ما شفتش، ولكن سمعت ممكن تحققوا نتوما من هذا الشيء. ممكن عندكم اللي سنعرف ان خويا تعرض للاهمال. خويا في ديك اللحظه كان ممكن يتعتق. انا ماشي طبيبه، ولكن ذاك الحاجه البسيطه اللي سنعرف ان خويا ديك اللحظه كان ممكن يتعتق. رسالة وزارة الصحة، وزارة الصحة تنقول لهم بركة بركة، ممكن ديروا الخطوة الأولى، وكنتمنى تكونوا ديجا درتوها، وكنتمنى تكون المصداقية وتحبسوا بحال هاد الناس، حيت حنا كنبغيو بلادنا، وبغينا نزيدوا بلادنا القدام، وبغينا نحبسوا الظلم، وبغينا الناس اللي كيديروا الحوايج ما مزيانينش يتعاقبوا، وبغينا تكون دراوش يستسمع الصوت ديالهم. هاد الشيء اللي كاين. كان في كان في الحريق، شنو نورمالمون خاص يكون الطبيب تما مال فرمليه؟ نورمالمون الطبيب غير يجاوب، غير يجاوب، اوموان يجاوب على التليفون، اوموان يجاوب على التليفون، اوموان نعرفوا، بغينا نعرفوا خويا شنو الدواء اللي عطاوه، اشنو بغينا. هذا الشيء حنا مازال ما عرفناش الطبيب شنو دار له. كلشي باقي في الشريح الطبي، كلشي كيبان. عندنا امل في القضاء، عندنا امل في رجال. كنتمناو كنتمناو، حنا كنآمنوا بالقضاء ديالنا ولدي، وكنآمنوا بالسلطات ديالنا، والله يكثر خيرهم، والله يعاونهم، حيت ماشي ساهل، ولكن خاص الناس يوقفوا معاهم من الفوق. مازال ما عرفتش ولدي، مازال ما عرفتش، ما عرفتش، ما عرفتش. الأم أنا بقات فيا الأم ديالو، ما كاينش شي ولد اللي مرضي بعلا مهمته كنظن بحال خويا، وما كايناش شي أم اللي تا هي ولدها راضي عليها بحال أمي، وما كاينش شي عائله اللي عندنا حنا واحد المعزه بيناتنا، واحد التضامن بيناتنا، واحد وهاد خويا كان هو الكبير ديالنا، هو بانا، هو خونا، هو رجلنا، هو ولدنا، هو صاحبنا، هو كل شيء، هو كل شيء. هاد خويا ما كانش عنده فم العيب، ما تيقولش لا. انا تيجيو دابا الناس صحابو من تيساع تيعيطوا من هنا من برا، المساكن جاو تيشهدوا فيه، الناس مساكن دراوش كل شيء جاو تيشهدوا فيه. خويا ما يستاهلش، ما يستاهلش خويا هذا عدم المسؤوليه اللي طرات من جهتهم، وما يستاهلش خويا هاد الشيء اللي طرا، وما يستاهلش هاد الموت بهاد الطريقة هادي. خويا خرج على رجيلاتو وما عنده حتى شي حاجة، وعملية بسيطة الطبيب راه قالها ليه، قال لي 10 دقائق وغادي تخرج في حالاتك. خويا تعرض للإهمال، الإهمال الطبي كاين، كاين ولدي الإهمال الطبي، هذا ما كان. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة. كنشكر كاع الناس اللي صدامنوا معانا، والكلمة الأخيرة هو كنتمنى سيدي ربي يبين الحق، ولكن بالتضامنات ديال الناس الأحرار والناس اللي عندهم غير على هاد البلاد غنمشيو لقدام وغنغيروا الظلم. والسلام عليكم ولدي.